رفعت الأقلام هنا في جرود القاع والأسبع البك الحدوديتين مع سوريا، ووضعت البندقية، وأصبح صوت الرصاص يعلو ولا يعلى عليه. فالمعركة بدأت بعد أن حددت ساعة الصفر عند 5 من فجر يوم السبت، والرئيس اللبناني ميشيل عون حضر إلى غرفة العمليات ليتابع. أنا عم تابعكم اليوم من غرفة العمليات. لم يكن توقيت المعركة مفاجئاً، فكل شيء كان يشي بقربها. التعزيزات العسكرية للجيش اللبناني مستمرة منذ أيام، والقصف المدفعي والجوي على مواقع تنظيم الدولة لم يهدأ، آخرها سيطرة قواته على بعض التلال الاستراتيجية في الجرود. كل ذلك يشي بأن يكون الإعلان عن ما أسماه الجيش معركة فجر الجرود قاب قوسين أو أدنى. أعلن باسم لبنان والعسكريين المختطفين، باسم دماء الشهداء الأبرار، وباسم أبطال الجيش اللبناني العظيم، أطلق حضرة العماية قائد الجيش اليوم الصبح عملية فجر الجرود. في المؤتمر الصحفي الذي أقامه الجيش من مقر وزارة الدفاع، لم يكن من أجل إعلان المعركة فقط، فالمتحدث هنا استعرض كثيرا من المعلومات عن طريق المعركة والمهام المنوطة بالقوات العاملة على الأرض، منها مواقع تنظيم الدولة التي تمتد على نحو 120 كيلومترا بعدد مقاتلين يقترب من 600. أما المهمة المحددة فهي استعادة كل المناطق اللبنانية والحدودية من دون نية الجيش التوغل في الأراضي السورية، وهي مهمة تركت لقوات النظام وميليشيا حزب الله من دون التنسيق المباشر أو غير المباشر معهما بحسب البيان نفسه. أول شيء ما في تنسيق لا مع حزب الله ولا مع الجيش السوري، والعملية ما تزامنت. نحن عمليتنا مثل ما قلت لكم قبل شوي مبلش وقت ما اتخذ القرار بعملية تضييق الطوق واحتلال المرتفعات المشرفة على بقعة العمل اللي عم نقاتل فيها اليوم. على الأرض المعركة متواصلة وفي بداياتها، وسط حديث عن تقدم للجيش اللبناني على عدة محاور، وهو ما كلفه سقوط بعض الجرحى من عناصره. أما الشيء الثابت فهي معركة لن تكون سهلة مع طبيعة جبلية صعبة ومرتفعة.